هنبدا مع حضراتكم اخبار المحافظات من محافظه الشرقيه واللي اعلنت عن افتتاح 14 مشروع بقطاع الشباب والرياضه وده احتفالا بالعيد القومي للمحافظه. اما في محافظه الاسماعيليه فتم البدء في التشغيل التجريبي لمستشفى الانطره شرق المركزي. وفي مطروح تم اعتماد نتيجه تنسيق المرحله الثانيه للقبول بفصول الخدمات بمرحله الثانوي العام، وكمان محافظه الغربيه استقبلت اللجنه التنفيذيه لتقييم المشروعات الخضراء الذكيه. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. محافظة الشرقية أعلنت الانتهاء من تنفيذ 14 مشروع بقطاع الشباب والرياضة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة 33 مليون و100 ألف جنيه ضمن احتفالات محافظة الشرقية بالعيد القومي وفي إطار اهتمام المحافظة بالشباب من خلال اكتشاف مواهبهم وتنميتها. في الإسماعيلية أعلنت مديرية الصحة والسكان بدء التشغيل التجريبي لمستشفى الأنطرة شرق المركزي، حيث بدأ قسم الاستقبال والطوارئ في استقبال المرضى، وبيخدم المستشفى حوالي 69 ألف نسمة، وشيدت مستشفى القنطرة شرق المركزي في محافظة الإسماعيلية على مساحة 10,000 متر مربع. اعتمدت محافظة مطروح تنسيق المرحلة الثانية للقبول بفصول الخدمات بمرحلة التعليم الثانوي العام للعام الدراسي 2024-2025 على مستوى مراكز ومدن المحافظة بعد حصر ودراسة الأماكن الشاغرة بالمدارس المختلفة وأعداد الناجحين والمجموع والتنسيق لكل إدارة على حدة. استقبلت محافظة الغربية اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات الخضراء الذكية لبدء أعمال تقييم المشروعات المشاركة في النسخة الثالثة من المبادرة لاختيار أفضل مشروعات على مستوى المحافظة تمهيداً للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية. أكدت محافظة كفر الشيخ زراعة 350 ألف شجرة بالقرى والمدن وبالمصالح الحكومية ومراكز الشباب والأندية خلال مرحلتين، الأولى تم خلالها زراعة 250 ألف شجرة و101 ألف شجرة خلال المرحلة الثانية، حيث إن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بتهدف لمكافحة الاحتباس الحراري وتحسين نوعية الهواء وحماية التنوع البيولوجي والمساهمة في استدامة البيئة للأجيال القادمة ومكافحة تغير المناخ. في بني سويف أعلن قطاع الكهرباء أنه تقرر فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق والقرى بمركز أهناسيا على مدار أيام الاثنين والثلاث والأربع من الأسبوع الحالي اعتباراً من 8 صباحاً وحتى 1 ظهراً، وده ضمن برنامج أعمال فرق صيانة مغذيات الجهدين المتوسط والمنخفض اللي بتخدم تلك المناطق. أعلن مستشفى القلب بجامعة أسيوط إجراء 344 عملية جراحية خلال شهر أغسطس الماضي، واستقبل المستشفى 2776 متردد على العيادات الخارجية، كما سجل المستشفى 280 حالة دخول بالقسم المجاني ضمن الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات أسيوط الجامعية. في الأقصر انطلقت من أرض مطار رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر 26 رحلة بالون أقلت على متنها حوالي 600 سائح من حول العالم في أجواء من البهجة والفرحة بين السياح القادمين من حول العالم بالبر الغربي، وبتحصل شركات البالون الطائر فجراً على إشارة البدء بالتجهيز وبيتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، وبيتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكد من إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح. في شمال سيناء انطلقت حملة طبية مجانية في مستشفى العريش العام، وقام 24 طبيب من كليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان. بتأتي هذه الحملة ضمن إطار التعاون المشترك بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بهدف توفير الرعاية الصحية اللازمة لسكان المنطقة دون أي تكلفة. أعلنت محافظة المنوفية أنه هيتم تشكيل لجنة متخصصة بكل مركز ومدينة للوقوف على متابعة ومراجعة أعمال توزيع الأسمدة بالجمعيات الزراعية بما يحقق الشكل العادل للفلاحين وفقاً للضوابط المنظمة. في دمياط أعلنت مديرية الصحة تنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، موضحة أن القوافل تضمنت 11 عيادة متنقلة بعدد 9 تخصصات طبية واثنين معمل ووحدتين للأشعة والسونار لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وأطلقت المديرية قافلة طبية بمركز الزرقاء تردد عليها 1031 مواطن تم توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان.